ورقم 9 دخل ليوناردو طبعا لانه دخلت بعضي، رقم 8 فما اثنين، عدي كوره ما عندهاش ما عندهاش نواف، ترجع الكوره الاماراتيه. رقم 8 عندي عبدو عطيف، بالتالي هذا رقم 9. اي رقم 9 ليوناردو هكا معقول. وفي ورقه حمراء، ورقه حمراء. المباراه غريبه جدا، مباراه غريبه جدا، واقصى على نواف، اقصى على نواف العابد بعد ان اصفرت، احمرت الاجواء، سخنت هنا في استاد النهيان في معركه الاجوار، في ديربي الاجوار، في ابطال اسيا، ورقه حمراء على نواف العابد. مباراه اسمها ودو، تغيرت المعطيات، والساتو الياباني. ماذا حدث؟ ماذا حدث؟ هنا الصوره، ماذا هناك؟ اوكي هنا فما الكونتاكت عادي، لم يستعمل المرفق ولم يستعمل اليد، اش فما بعد ما شفناش، بعد الصوره ما جاتش. يعني حتى هو عنده انذار اول، لانه يعني اعتبر عنده انذار اول، وهذه الصفره الثانيه، الصفره الثانيه على نواف. يعني شفنا البارح ماتش تشيلسي ومانشستر في الاف كاب، الورقه الصفراء الثانيه اللي كانت على اندري هيريرا كانت شويه قاسيه وقلبت المباراه. الان رامون دياس في وضعيه حرجه جدا، الهلال خاسر 2-1، نواف العابد احد المفاتيح واللاعبين اللي برز في الشوط الاول واللي